لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستمطر الذل إصغاء وإذعانا لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستمطر الذل إصغاء وإذعانا بل عشت مسعر حرب في كتائبنا ترغي وتزبد إعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وأخر مؤتمنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا الله رجع دم أربعة وحنكو سلام يا سلام دا إسلام كا موضوعا عن شعرها إن وحين كلوا ذا جو ما أنت شيكدي سي قصدي سو ما هم لو دمين كرو محاضره اوامدو باهن دروس باهن علمنا جزاهم الله خير كتب بك قرين دروس بك اخيين امدنا وي اوغا ديغين علمانيدو أيها الإخوة والأخوات وفكرة هي النظام فتنة بضن كوكيني مسلمين ته بل وحين ننكرنا فتنة العلمانية دو أي دلسي هي دباتتها أي كنتي وامد ساميسي بلا آدمي قوردن ميري جوغان با علماء السلف رحمهم الله تعالى وحي عادود وأحيد ومنهج وها إني لف القلان وإلا تفاعلان ويرديان انحرافاتك واجهة يا مسلمين مر الله لمرك يمدك انحرافت الدين إلهي الرسالة دي إلهي جل وعلا ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وكسو الدري علماء أهل السنة واحد بعده وداحيد ودقن كوج يمنش كوج هايدين الرديان ويعلاج أي أباران تذكر مناهج تاسي مفاهيم تا يعقائد تاسي قلدن كوف النوبين الدبلو وسوع لي حقه يوحى أهل السنة أي كاعتقادتين أرمى عقيدة حتى ها هذا الرمو أيدك قاركود مودي كران إليهن الرماء العقيدة ما أنسو قل نجسو يعني وح الله وح أحكام تكل دي عقيدة سو قليسة وايو حكم والبا أو أحكام الإسلام ككمدة وح عقيدة وسو قلية لأنه واحد اعتقاد سنتهي إن إلى هاي جل وعلا حكم كاسي سو واجبي أما حكم كاسي الله سبحانه وتعالى ومشروع كدقي وصنة كدقي وذوقتينو أهل السنة هو واحد اعتقاد سيهين إن خوفك هي شرباتك أما صوكسك لما صحي كرمك لويسي سنة هذه شروط دي سي
uu ilaahay subxaana wa tacaala u dhigay la oofiyo waxa weeyaan ahlusunnaha fiqigooga ayay ka mid tahay in lugtii la mayri lahaa marka la weysaysanayo in la masixi karo haddii khuf la xidhan yahay ama jawrab la xidhan yahay socks waa arrin dhinaca shareecada ku banaano sunnahana way qur-aankana way ku soo aroortay xadiiska nebigana sala allahu alayh wasalam ku soo aroortay kolkaasaa beri dambe waxay mid nimanka shiicada ah oo inkiray xukunkaasi sharciga ah oo ka dhigtay diin iyo fiqi ka dhigtay culimmada ahlusunnuhu si ay u radiyaan nimankaasi caqiidadooda iyo dariiqadooda ayaa culimmo badan oo ahlusunnuhu markay caqiidadooda dawinayeen ayaa waxay ku dari jireen oran jireen waanu rumaysannay wanu'minu waxaanu rumaysannay in khufka lama sixi karaayo sababtu waa maxay waayo wuxuu shicaar u noqday iyo tilmaam u noqday qolo ahlu bidca ahli bidca in la radiyo caqiidadooda iyo dhaqankooguna waa arrin shareecada in ku sugan oo loo baahanyay famaa baaluku ayuha alikhwa alakhawaat haddii inxiraafkan ay cilmaaniyiintu la yimaadeen uu yahay mid asalkii diinta khatar gelinaya oo xukunkii ilaahay in boobaya oo xaq ilaahay jalla wacala isagu isku gaar yeelay dooniya in iyagu boobaan waxaan ku bilaabi doonaa muxaadarada ayuha alikhwa alakhawaat inaynu bal tacriifinno oo aynu isla meel dhigno waxa alcilmaaniya waxay tahay cilmaaniyaddu awalan qabla kulli shay dadka qaarkood waxay moodeen marka kelimada cilmaaniyada ay maqlaan inay tahay wax xidhiir la leh sayniska iyo cilmiga la leh saynis iyo cilmina shuqul kuma laha oo cilaaqo lama lahaa waxaa laga soo tarjumay kelmadda afgiriisiga ee secularism ay dhaa kelmaddaasoo asalkeeda iyaduna ka timid luqada laatiiniga ka timid qawaamiista ama dictionariyada encyclopediyada reer galbeedku waxay ku fasireen cilmaaniyadda dhowr sharax saddex sharax baan soo qaadi doonaa oo ay reer galbeedku iyagu ay ku sharaxadeen mabda'aasi waxay leeyihiin waa nadariyad ku wajahan sidii akhlaaqda iyo tacliimta looga fogeyn lahaa aasaaska diinta waa nadariyad cilmaaniyaddu ku wajahan sidii akhlaaqda iyo waxbarashada looga fogeyn lahaa diinta encyclopedia ingiriisiya ayaa iyana waxay leedahay cilmaaniyaddu waxayna waa dhaqdhaqaaq bulsheed oo u jeeda sidii dadka looga leexin lahaa ihtimaamka ay siinayaan nolosha aakhiro oo ihtimaamkooga iyo danayntooda loogu jeedin lahaa adduunyada oo keliya qolo kale waxay cilmaaniyada ku qeexday oo yidhaahdeen waa dowladda oo qaadata siyaasad allaa diiniya oo barax tiran dowladda oo qaadata siyaasad allaa diiniya bimacnaa aan diinta wax cilaaqo aan la lahayn marka waxa weeyaan reer galbeedkii ay dhulkooga ka soo farcantay cilmaaniyaddu iyagaa isagoo fasiraaya marka secular waa wax diinta ka fog allaa diiniya oo maalinkaa maanta ah yacni in dunyawiya labadaasay kusoo koobaan ama wax diinta kullid ah marka secular kelmadda aad maqashid cilmaaniyadsan oo soomaaliga nahno waxa weeyaan waa nidaam iyo fikir diinta ka fog oo lid ku ah isla markaasi dunyawiya oo adduunyadun ku tacalluqaa kutubta iyo buwaagta qaarkood markaad akhrido iyo xitaa dadka sharxaya cilmaaniyada waxay yidhaahdaan waa fasludiini can idowla fasludiini can idowla waa diinta iyo dowladda oo la kala saaro la yidhaahdo diintuyana soo faragelin allahuma salli alaa muxamed ayayna soo faragelin siyaasadda yayna soo faragelin dhaqanka yayna soo faragelin nidaamka xukunka yayna soo faragelin waxbarashada laakiin sharaxaasi iyo qeexitaanka waxaa ka haboon in la yidhaahdo cilmaaniyaddu waa fasludiini can ilxayaat fasludiini can ilxayaat waa in diinta sideedaba lagu fogeeyo in noloshoo dhan lagu fogeeyo
واي سي أبرامتي محاكيني محابر باريي كتبت تاريخ وحي نوشي أيها الأخوة والأخوات إن علمانيدو أي كبل عمتي رولك الرجل بيتك ولبي يورب أي كبل عمتي سواها كريوحوها قرنجي تضبي تمناد يا قرنجي ستي تمناد يا وحي كوري وحي شري هلقن يا الصراع أما إسكورمات دحمري كان يصدق يا علم ساينسكا وأي دونتي إلي كان يصدق يا نيمانك بادرياش ويقوى كنترولان وحي علماء الساينس كاي كورن لهايين ساينس كا يوحي لتعلقا دباتوين بدنا ويسو غارسيين يتعذيب يتورشر نمكي ساينتيس كاها علوم الطبيعي كاها كو تخصصي تاس واحد اللي سي كراهي بدل سي اي ساينتيس كي اي نعين وي كراهي سين كني صدي عموما هو تاريخ دير وتاريخ رويرو كلوية قانو واحد قاعد هير كنيسدي علمي جيل كلفوجي نمكي سانتيس كها علمدي علوم تاسنا النقضي كو حركة النقضي بادرياشي يحكم كي كنيسدا وقرن جيت تمرات يا قرن جيت ستي تمرات حقيقة أيها الأخوة يعني دل شلة علمانية دو وقت قاسي يروب جذها جاي كده لتهي علم فر بضن سيد الشيخ محمد قطب رحمه الله تعالى الله يحفظه وكنت المامي وحويا وحوها فكر كاسي يعني تاريخ الرئيوب كوح كرة بالراد لحد وإلا ما أنت عن كارين مركي دينتي هي سياسة دي لك الصاري دينتي دور دي لك الصاري ده ترى واحد تمت ثورة دي فرنسيسكا دي فرنش ريفولوشن كان كي فرنسيسكا أي يمت أو يسوع قلنا قد ما يجي علاقة دي كده حي كان يصدق يدور دي وده حي كون يا سجال بقول يا شنتي أي واحد يسوع صارين فرنسيسكو يسوع صاري قانون كلا سوء عاية دين تهي الدولة ده بعد رياشة كنيستنا أدي ده وكم من عياية إنه كهالان أمر رأيه ويكد يبتان الرماه الدولة ده إيه الرماه السياسة ده مركا حلقة وحكا مغان إيسا إن علمانية دو أي تهي أرن ريقل بيتك كقارها دولكو أي كدالتي ظروفو إيا حالة ضو خاصة ويا كقارها أي كياني إني إن علمانية ده لحلو وي عالم الإسلامي وحي وسو وريكتي بلا قرنجي سكاري تمناد يعني دمات كي قرنجي وحنشدا وكاسيب بلا وقي قرنجي سكاري تمناد اي ليه علماء تاريخه اي واحد صوغ شيء دلك مصر يا تركيا يا لبنان يا سوريا يا تونس عراقنا وحي كبيرتي دلك علمانية قاتل دمات كي قرنجي سكاري تمناد دولتها كلا اسلام كبدن كوغا نظام كعلماني يقول حصوق علي وقرنجي لما تناد جذوه ده وحتى الصومال ده يكمل تهيس هذا وش يقدونه أو استعماره كأي علماني ده يكينن هذا بقى أيها الأخوة والأخوات يا الأورانكا هو علماني علماني وحنا الأورانكا قف يسوق أفكار تاسي يا النظام كاسر وميسم ما هينا إنه قفنا إنه لا دورنا ولا نهيه بالوع علماني هي سكولر شيء سكولر ماها وحوين قفك قفك ممكن أن نقضي قف عادي لو أن نقضي وأنا أحكامت إسكا إطلاق لكن قفك إساق الدونتا إسكو سفيني هاي علماني إن السكولاري هاي أفكار تار رميسا وهل جمعية إن قضية راسي مقرنسا إن كشقين هاي وحوين لو حشوضا معها إن حكم كالشرعي متستي دوش لقيره إنو هاي علماني إنتا لن تأسيب عافنا أيها الأخوة والأخوات وحن كنت رأي إن علمانيين تو ألو نوعيهين وراء تقسيم مهمة ولو بهين لو فرصة وحجرة علمانية ملحدة بمعنى وحل رواء أنتي religious بين هذا وعلمانية متطرفة أو إلحاد أي الرميسان ده بمعنى ومحي إيه الرميسان إن دين تي السياسة ده لك لصاره دين تي الدولة ده لك لصعه أيها هدنا وحين الرميسانين شريتان كإله بين الرميسانين هو إتيس بيه وملحدين ولذلك ساسا لو هو متطرفين لو يلي مركا علمانيين تكلوا لو ذا كان قضية ده فصل الدين عن الدولة أو حتى ما فصل الدين عن الحياة ولو ذا كان إن رأي قاسي لكن هو أصير راعي إن تريتان كإلهي أي دينهين نوع كلا علمانيين وحوين أيها الإخوة والأخوات
وعلمانيد يضو رميسن ديمه الرميس او حنجه الهي جيرتان كيس الرميسن الهي جيرتان كيس الرميسن لكن ان اوغلين ان دين تي سياسه اللي استحقيه ما اوغلا كو عالم اسلامي يكون نول سياسي وبدين وخا لاغي يابا انو توكدو انو صومو انو حجيه با لاغي يابا لكن ما حدعي كرتا وخا انو اوغلين ان دين تي سياسه ليسكو كينو ان شرعات دلك لو حكومه ما اوغلا halkan arin baan jecelay inaan dhammaantiin aan wada fiirsano oo ah cilmaaniyiinta iyagu ilaahay rumaysan laakiin diintii iyo dowladii kala saariya ayaa ka khatar badan cilmaaniyiinta mulxidiinta ah kayfa hada inaa suudiisan ba laga yaaba suu nin ilaahay rumaysan laakiin diintii dowladii kala saaraya suu uga khatar badan yahay cilmaani mulxid oo ilaahay rumaysneyn aan diinna ba ogoleyn wuxuu uga khatar badan yahay maaha isaga laftiisa ee waa maxay waraadka uu ummada ku leeyahay caalamka islaami waayo ayuha al-akhwa al-akhawat imanka ninka mulxid keena ilaahay ilaahay ma rumaysnin arrinkiisu waa cadiyay hataa dadka caamada ah al-wusataa min al-muslimiin kama qarsoonay inuu kaasi yahay kaafirun billaahi wa birusulihi wa bikitaabihi wa bidiinihi wuxuu ku gaalnimada dusha laga saarayaa si fudud niyiri aan ilaahay ma rumaysnin dee waxaan in loo turo maaha لكن كان كله إيسو له إلهي ورميسني هدنا لكن إن له وين من بروك هذه انتظروا إلهي الرميسنا لكن دين مساجد كهكو كوبناتو شريعة هذا ما أجرين وعين أيضا مرها دلالة الإسلام ك مسلمين يكونوا شاهد أقليات قالنا يكونوا لهين أي سيء أقليات كأي سيء أورها لقليان أو حرافان الدين لله والوطن للجميع الدين لله دين تلا بسكله لكن وطن كون ونقد حياة بعنا هو محي سياسة ذلك أما دقالها ذلك أما وحبر شد ذلك أما سيد أمد لو توجيه هنا أيه وحويا دين تر رأيكم الله وحبر كم أورن كريسو بالله عليكم ما أنا اللي بيضو أنا كل خطر سنين وكل خطر سنين ولذلك أيها الأخوة والأخوات علمانيين عالم الإسلامي ما أنت كنا قال واحد ترى إن أي فهمين إن أنا عدي سن كرين كسهر كذا كأي كسهر كذا شريعة دي ويحول ومد بدن كي ما أنت شريعة دي بدون إسه رج يدوم أربعة شريعة دي لهم دوننا إسلام كأنه ولو حكومة دوننا وانو وانو ترى جريني شعيدي شعيدي نافع ويدي شعودي ذا سكبا بعضيبا أو قد دافت التاريخ ذا أيا لو قطوري كابيتاليزم كي يرى سماليجي دي وحويا يسقع فشلمو وهذا كثير ما انت وحيد عاي فاناشال كرايسيس كي الأزمة المالية كابيتاليزم كي يقول عاي وحويا واضح كثير ما انت مركا مسلمين تي وحر كان إن شرع هذا إلى هاي أي تهيد تنبضة يرحمة يهور مركا وكينيسا يعني من كي علمانيين تها واحد هذا وار أمدن كم ظهور من كرمينه أمدن لكن بل أنه خيامينه سينو خيامين كرنا واحد يبغى يقول نقدين عقائد منحرفها أو تاريخ الإسلام كله يقاني عقيدة سوى كم تهاي عقيدة دي الجهم والصفوان عقيدة الجهم في الإيمان يا غلاة المرجئة جهم والصفوان محي إيمانك كاعتقاد سنة غلاة المرجئة ما هي إيمانك كاعتقاد سنة حلقة أي أهل أهل السنة هاي لين إيمانك وحويا قلبك وكترة عرفنا ولا غدا واقية جوارح ذي أدن كنا ولا غدا قمية يقو واحد أهدين غار باحتة غلاة نقضي واحد الإيمان هو المعرفة هداد مربى إلهي كقران سوتك قوصنت هاي قلبك غا مؤمن بات هاي كفر قلوة محي والجهل إن أدري هيك جهلت هاي بمعنى عقيدة سجها من صفوان يوم كان معه وها غلاد مرتئده وحايده قيسا قفك إنو النبض قلو وعلاب كلاه وكان نبض قلو وحا أغفي لن إنو إيمانك قلبك وكقرته إلهي وجراء معرفة ذا إلهي هذا إلا صار رأيه وقلبه يكرم أيه لكن وحو أدنك كسمين أيه وحو قرنق ما أيه سنة ما هو السجوده مؤمنين تيم وحدين تكركها كودا قويه أعلى الإسلام كهلا صوصفته
مصحف كجدافدة كتاب كاي هكرد أسود ابن القيم رحمه الله تعالى وكف وكنت المامي وحون ومؤمن إيمان كيسو كامل يهي. بل أيها الأخوة والأخوات لمن كاسجها ابن الصفوان يا غلادة مرتئة إلى إلهين إيمانك ومعرفة ذوكليا قال لمن هو جهر ذوكليا وحا أرعي إلى إلهين وأهل الإيمان ذاتك مؤمنين تنا إيمانك هو إسكومت أو حتى فاضلة ومدح فيه بمعنى ومحي هذه مربى إيمانك قلبك إليه ومعرفة ذا إقرشة ذا إله أدقرتي وقلبك يكسو غنتهي ووحد أنت أتسمى يوسف فاجر أتهي فاسق محرمات كورونا كل عضي فوحشت يوردن أتسمى يسي أوليدي إلهي العلادي سي أعدادي إلهي الله الله صفتي شريعة ذات كسهر جيتتي هذه يمو منك موحد كيه هبين أردن تكنا يم مالد صومايا وحو الإيمان كنوا إسكمت أو حمام رحيو لماك علمانين تمركا وحي أركان إن عقيدة ذا سي حم حتى علماء سيدة أحمد الحنبل أو الشافعي أبو عبيد وكيع أي جاليسيين قفك الرميسن إن عقيدة ذا سيمان تافعي كرتو ونقن كرتو سلاح إيوه هب أي كغهري مادان أو كرد غالمان علماء دادك أبو يرسل توحيدك إيو سنها إيو إنشري عضل اسكو حكمه بمعنى هدي عقيدة ما أنت نقول الوفا فيه دي وحي ولا شا مسلم دي حجابنا عند شريرا هي تفاسق دي فاجر دي قاون وحي وعقيده مدينيسا اللي وحي ليه هي تدك ايمانك وجي كما كل دواني علمانك شريعه لا دغاله هي يا عالمك يا شيخ يا ولادك لا امضى شريعه لسكو حكومه مد بي كدغيسا ولذلك تاسي اي كبود كسو دغتين بس لا سي وحو شيغي فايدهان رقح وين علمانيين عالم الاسلام اما كو الصوماليه هان نوقدان اما كو عربته نوقدان وحي كونيان وار دينتو وا قلبها مين كاين مك دينتنا برعيا اخي ابدا دينتو قلبي قومها سلاه سوا وبسلام وحوين من كير دينتو وا قلبي قومون ايمانك هو المعرفه وحي علمدي وا وينيد الشافعي احمد الحنبل يا وكيع يا ابو عبيده كم دهاين وجالسين واي علمانية دو الأخوة وحويا مشاكل في ربطة بيكين دي واني نشيك دون عدو توري لكن عالم الإسلامي وقت يصوغ شيء أيام دونيا إينا وحن نتكلم وذاقو خاصة وحويا طبعا سان ذي العلمانية دو دين على سياسة الراد بيكوية لطو وحبرشة الراد بيكوية لطو داقن خدومر كالراد بيكوية لطي إعلامك يوربا أنت إن وحكوية لتي الراد بيكوية لتي فنك يسوق أنت الراد بيكوية لتي مين لك ميتقين رقا حبيا إن المواضيع العصور دان دي محاضرة يروب قامل كل وسو كوبي كرايو يقمسو كوبي كرايو لكن وحينو عاوة إن حوك ساري دونا سيدة العلمانية دو الراد كأوية لتي حكمك أن علمانية دو هي إن مركان الله حكم كإن شرعة اللي قف جيو وما دو ولي جيد وحيس كسر حكومة تلك الشرعة إمام كمسلمين تمرك لا مبايعون عيو وحلو لا مبايعون شريئين ضدك وكو حكومة كتاب كإله يسوع الله رسوله صلى الله عليه وسلم كتبتها يعني الأحكام السلطانية يا السياسة الشرعية كورنتهي وحين نشاهد إن وظيفة وين حاكمك مسلمك ومضى أقمان يا تايم حي حراسة الدين وسياسة الدنيا حاكمك مسلم كائن بعد الصين ما عندي ممكن إنه بابي معها يقولك عاردي سا ومضى كل حكومة يا أنت قاري كل قاتين هذان قوانين كفر يجعلني ما يكب وحنا ومضى كل قصبة يا كل سندلنا يا معها وحنا أمير يا إمام الصوت دمتي وحلو لهم مبايعون يا إمام كاسي مسلمين تا يا خليفة مسلمين تا إنه كتاب كإلهي سنة رسول كا ومضى كل حكومة كتبتا السياسة الشرعية كا والرمز أورا دب غنقة سلف كيسي أورا مبايعون شرين إن أمراء ذا يخلو الفضاء دب غنقة لكن أيها الأخوة مربع بعدي مركي منغول كي تنكيس خانيو هولاكي إيو مركي صوغ للعالم الإسلامي
نظامكي الياسق أي أمضى كوقص بين كوحكمين علماء إسلام علماء إسلام يسوت أكتي ابن تيمية والحكيم وتقنان ابن القيم ابن كثير علماء راسي وحكيين هذين يسكور تاجين لكن أيها الأخوة يعني إن لا يراغور شرع هذا بعد طاقة لا يطهره ولا يراو حويا قانون كفرنسيس كي قانون كإنجليز كي قانون كإنتلياني كي أيام أمضى كوحكمينا شرع عادي إلى هين الله ما أقرأ وحويا ووحن تاريخ الإسلام كله وارق وحين لك هو ستي مركي استعمارك رجل بيتك وعالم الإسلام صوع قريقي تاريخها هان مصر وحكمك شرع على ماشاء الله قصاري والدستور كجاهل قال لك كاني وحياهيد كن يسدد بقول يسد حي ستيتنكي كن يسدد بقول يسد حي ستيتنكي إنديا إلا كن يتضوى بقول يكوب يسغاشنكي أحكامت أمد لقو حكومي تروح أحكام شرع على الإسلام كوافق صن لكن وحويان قرنجي سجال تمناد برتن كيسي أي استعمار كي إنجليز كأي بالعربي إنه أحكام تشرع هذا ماشي كسارة ودي أحكام إنجليز كوسام يستي وحويان لجليو قالوا غلقة الجيريا شرع هذا وحي إذا لم جرنسا إن لطوري فرنسيس كا جوميس كا فرنسيس كمركو مركو صاو جلي وحي هيد كدي بكون يستد بقول سلطان كي تونس كون يسقال بقول يلحدي أيا إن جوميسك فرانسيسكا أيا إيا جنا بحيث ولا شرع عادي مش كسره أو قانون كله سوقلي مراكو كون يسقال بقول يصلح يتمكي قانون فرانسيسا أيا أمدي مسلمين تهدي كتاب قلاه يستي لو قصبي أو لو دقمي لو دقي إن سومالي ده وتقانان وحويان إنجليزكي يو تلياني وقت سوقلي وحويان وح أمدي لو دقي أو لو حكومي قوانين حياة قوانين أن وافق سنين دين إلهي مثل كيو كله كونفرت الصومالي حلو قدر قتري ولبرنا إن قانون الجنائي جا وح قانون التنياني جا يوحى وقيد الصومالي إنجليز كهيستي وحلو قدر قي وحلوان قتري إنديان باينال كورد إنديان باينال كورد كله حوالي رأسل هانتيسا وقانون كيو إنجليز كوسمي إندي كوسمي marka sharciyada ilaahay waxa weeyaan Soomaalida laga fogaayay waana laga manciyay waxa lagu koobay meel yar oo magaranaysa in gooniya laakiin caamahan waxa weeyaan sharciyada waa la fogaayay qawaaniintii gaaladan waxa lagu sanduleeyay umada ayaa lagu sanduleeyo lagu xukumay way ee caalamka islaamina wad in saasul buuhun way waxa weeyaan intaas aad su'aalaha inaga filan laakiin waxaan sul taagayaa Turkiga ayaan sul taagayaa Turkiga ayaa liqo waxad ogtihiin inay tahay ماشي خلافات الإسلام كو أيكا تاجنيد أمد هو جامين سي خليفة مسلمين تو أمد دنت دنت هذا دنت أمد وكيف كرايي وشرع علي له إلى لناي وإسلام كي يحكم شرع هذا وكو حكومي هذا ما مركل خلافة دي البربرية يوروبا أنا سقطت هي مدبدة أنا ولا تشرعي خلافة دي مركل البربرية كمان تطارق نكاسي عميل كها أخزاه الله وحكم كي قعنته وكو قبتي وحين شرع عادي ماشي الله قصان أدوكتينو لقضى أفعار لقضى تركي واحد لو قوري تري أفق أفق عربي أيا أيا لو قوري تري وبدري حروف اللاتيني جا أيا لقضى تركي لو قوري تاسي ما حد لسي تاد مدام معروف يرسم كتبتي أف تركي وكو قرنيد شرع عادي الدين تي تاريخ ذكوا الرميسي علماء الإسلام كوا القرآن الحروف تيدو أي هاد حروف أف عربية مركا لين حروف تلقضة تركي ذا هلوغو قرو حروف لاتينية محابعي جيلدن أي أسورة قريوه إنه أخريان كتبتي أبياشو دي أو يدود ومسلمين يعلمها يقرين وحلون دي دي شعب كي تركي ذا إنه ننك تركي ذا إنه كوفية تركي ذا أحدو وحلالي رجل بيتك إسكو أي كيسي حجابك أي الله ممنوعي من أرست القرآن كا أي دبلو جيسي بمعنى وحويا قلب يدين بالقسمي هوية دي يا أيدن تتيج إسلامي جها الشعب كره ترك وها أي لبابي تاسي ما حي سامي سي إن خلاف دي إسلام كي عثمانيين تو دول كي حكومي صار رمي يضنا أي نقطين بله نقطين ولذلك إن سياسيين الرجال بيت كيما ورخين الرجال بيت كحدث كاسمر موسيجين إن يستل تاجان أو فيرة جارسيان وعلى جهة المسلمين تا
إن يرأوا إن قام إذا يكفى كرتا أطلعوا راد كي بربر كي خلافة وكوية شيء عالم الإسلامي وأنا جاي كوية شيء تير كي جاي كوية شيء تير الكي جاي رأي وكوية شيء وام حي اسمه ودينه لكن رجال بعد كأرنك هذا مصي جاه وحويان إن أول برايد وزير خارجيه مرايك أنك أيه هري أي أبوك خرتي أي أمرك تاريخنا أي شيء كان يسي أي واحد تري بربر كي يدومنتي خلافة الإسلامي يوحوا أها أرن أن هر الله أرك أرن قام هر الله أرك يتلمان توحى هاد دولة إسلامية وحكم علمانية إسكو حكم تي أرن أن هر الله أرك به ولذلك أي وحوية أعداء الإسلام إن حكم ك إسلام كلوس وعليه ما أقرا ما أقرا وحوية شرع هذا الدين تي إمام كمسلمين تو ومدى ومدينة يا أيها الإخوة والأخوات علمانية أساسية عالم إسلامي أيها الأخوة أخوات كسوك شيء واحد سيدي استعمارك يقوميسي رجل بيتك أيها ودي وحوق بي إنه قسل دوليين وحين نقو قصبين إنه الشريعة دي إلهي إنه كفو قانو وحين نقو قصبين إنه كتابك إلهي السنة رسولك أنه سكو حكمنا وحين إنه قب الدليل قوانين تان شاقيها قانون فرنسيسا يا قانون تليانيا يا قانون إنجليسي أي نوع بدلين استعمار كورك عالم إسلامي علمانين أو كيري الأخوة هذه تاريخها خضوا مرك لقي ما دق قضية ده إنه حكم كأفوجي وحكم كي وشرع هذا كفوجي مثلا كحوق صاري وحيه قضية المرأة أرنتها وين ده أيه وايو أي الأخوة هذين هي مجتمع مسلم هؤلاء المسلمات دور وين أي كل هذاي دور وين أي كل هذاي سيد الله بربارين لها أبد لغو دقائق دين تي إسلامي مدى يعقيدة ده لكن هذه وراشة مسلمات ده أي نقطة دين تي دي يحجاب كي يعقيدة ده دي يهوي ده دي إسلامي جهد أنت ما إسكسيب تي أو كفوا تي محل قسوة يا مركب مجتمعي مجتمع تهور الرسوم ونقول ولذلك استعماركو مركو عالم إسلامي صاقري وحويا إنك سو شرع هذا كفوا جاي حكم كي هذا نوح كدة ذالي إنه وراشة مسلمة دام حي حجاب كي يكرهه أو كون قن عيا إن يقول بيستو سيد دمر الرجال بيتك إن الرجال ده قشوا إن أي كهرت مع دا أحكامتي أي شرع هذا إسلام كودة جسي دمر كمسلمين تها أنت واحد صور عضاي الأخوة والأخوات ما حيهد أصاليبتي أي استعمالين رجل بيتكو لأن نظام عصبي نوكينينه نظام كأي نوكينين أيها الأخوة والأخوات وحي استعمالين يعني واحد نشهد التوليسك يا آلياتك أي استعمالين سيد علمانية داسي أي وقف القليان أو يقب بيران أو يقب نقان دولك إسلامك يا أرضي مسلمين أولا احتلالك عسكريك وقميسي حوق يقرق عاردي ساها وعين إنك كحوق ويني يقرق كوه هيستاول حكوسا دولين يا وحدون أيو تاسمد بها تلامات وعويا مدارستي إسكولي أجنبي كها عالم الإسلام لا قدسي وعويا ضدك أنت إليد كا أما نمك سياسة كتيري أما نمك تجارة ها وعويا حكوف فاني كان عرورته هذا إنه عرورته أوده جتو إسكول أفتنيانة جت لوگو دیگو، اسکول اف فرانسیس کا لوگو دیگو، اسکول اف انگلیس کا لوگو دیگو، لکن عرور تاسی مسلمین تاید اف انگلیس کے برانی سی، اف فرانسیس کے برانی سی، اف انگلیس کے برانی سی، وحصه گه این قرآن کی برتان، این لغتی افحاری کی برتان، تاسی نوح کنتی، این لغو فوی دین تو دی. نیمان که لغو تربیتی مدارس تا اجنبی گر عالم اسلامی کشور ایا هد و وحی اسکول رشبیا، ایا لسیی ایروبو تگین. ومحا لودري وحا لودري إني هدو إيوغو باينويريس إيو هرمود أعو النقضان علمانية دل الدونة إيو إن عالم الإسلامي لو قدت اللالو لو قد نقل لو قد بيانو مركا استعماركو كبحو عالم الإسلامي وفعلا هذا هو الذي حصل تاسانا بعضي نمن ميدبكو وميدبكو نوك ليهي لو قد ينكو هالله إياه أسل كي نكو أبترسانا إياه لكن عقلية دودة هي فكر كوغة هي مان كوغة ويهي من الإسلام هي الدين هي الشريعة أن كل لغلهين وحويا وحي أفكرية سيدة الرجل البيت كي أفكرية
dadkaasi waxaanu dad taariikh dib u noqoto dhibaatooyinka caalamka islaamiga soo geysteen mid qarsoon ma aha oo mid aan ognahay waxa kamid ah ayuu akhwa machineries kiba kamid ah qoxii kristaanka ay caalamka islaamiga minay ay tabshiir bar oo nabi ilaahay ay ku xun umada ay maskaxda ay kaga ciyaariyeen waxa kamid ah jamciyadka iyo ururada ajnabiga ah ee caalamka islaamiga ka hirgalay ama kuwa dumarka in shuuntooda khuseeya ama xitaa mararka qaar kood xitaa muassasaad iyo ururo ka shaqaynaya sidii sheeganayeen inay wax taraan dadka baahan ee waxay waxtarka gabood bay ka dhiganayeen ilaa maantana gabood bay ka dhigtaan laakiin ujeedadooda weyn waxay ahayd in cilmaaniyadda ay caalamka islaamiga ay ku faafiyaan wax qorniinka ayaa ka mid ahaa siyaabaha lagu faafiyay cilmaaniyadda caalamka islaamiga waxaa ka mid ahaa wasaa'il iclaam media waad garanaysaan idaacadda b b c du doorka ay ka geysatay yacni ilaa goorma inay maskaxda ka dhaqdo muslimiinta waxay ahayd in idaacadihii ugu horreeyey ee lagu wajahay caalamka islaamiga ee meel marinaysay siyaasadda isticmaarka dhaqanka reer galbeedka in walaasha muslimada ma garanaysaa diinteeda laga fogeeyo in xijaabka laga dhigo waxaan waa asaaliib iyo waa makri dhagar xun bay ahayd oo caalamka islaamiga loo degay shax bay ahayd laynoo degay laakiin goor dambe ku ambabarnay waxyaabaha ugu waaweyn ee reer galbeedka u suurageliyey inay cilmaaniyadda ku faafiyaan caalamka islaamiga wuxuu ahaa ayuha alikhwa walakhawaat hanay laamin taasi jahlu lmuslimiin muslimiintu jahliga ay ka jaahilahaayeen diintooda oo hadday garanayaan diintooda oo hadday fahamsanyiin wuxuu ilaahay ku waajibiyey hadday fahamsanyiin in cilmaaniyaddu ay lid ku tahay shareecada iyo islaamnimada may aqbaleen way cilmaaniyaddu ayuha alikhwa alkhawaat waa inaan ogaano ugu horeyn inay tahay xukun jaahiliya ilaahay kitaabkiisa kariimka wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun afa xukma aljaahiliyati yabguun inteenu aayadda akhrinay ayuha alikhwa alkhawaat walidalika ayuha alikhwa akhawaat qur'aanka barashadiisa xifdiga oo kaliya maaha xifdigu waa muhim laakiin in la fahmana waa muhim tafsiirkiisa la barto ilaahay inaguna la hadlayaa qur'aanku inagu nagu wajahan yahay ilaahay subxaana wa tacaala muxuu inaga rabaa ilaahay muxuu inaga doonayaa afa xukma aljaahiliyati yabguun ma xukunka jaahiliga ayay doonayaan iyagoo muminiina iyagoo muslimiina waman axsanu min allaahi xukman liqowmin yuuqinuun qoom wax yaqiisanaya uga xukun wanaagsan alleh qof dad wax yaqiinsan wax kala garanaya ayaa uga xukun wanaagsan ka alle caza wajal xukunka ilah waxba in lagu doorsado maaha ilaahay subxaana wa tacaala xukunkii laba xukun buu ka yeelo laba xukun baa laga yeelay xukmullah xukmu ljaahiliya ku saddexaad ma jiro abadan you cannot stand in the middle dariiqa bartankiisa isma tahaagi karaysid ayuha almumin waayata almumina waana diintaadii rasamaalkaagii islaamkaagi weeyaan dhexda isma taagi kartid mowqif xiyaadiya oo dhexdhexaada kama qaadan kartid shareecada iyo cilmaaniyadda ama waa inaad la safato ansaar ashariica ama ha lagaa dhex helo sufuufta cilmaaniinta lagaa dhex helo laakiin mowqif xiyaadiya oo dhexdhexaada inaad tiraahda waxa weeyaan shareecadana barbaan ka ogolaanayaa cilmaaniyaddana barbaan ka ogolaanaya cilmaaniyadda lafteeda ayaan mowqifkaasi xiyaadigaan ogolayn iska daaba inay tahay ma garanaysaa mid diintii iyo iimaankii ka soo horjeeday ilaahi jalla wacalaa axkaamtii laba xukun buu ka dhigay xukmullah wa xukmu ljaahiliya ku saddexaad ma jiro muminiintana ayuha alikhwa walakhawaat maanta waxaa looga baahanya inay mowqifkooga caddaystaan dadka kale ha ka fekerin adaa bir xabaashaada galaya adaa ilaahay la kulmaaya waa islaamnimadaadii waa iimaankaagii waa isku dhiibkaad ilaahay aad isku dhiibaysay ilaahay aad u sujuuday markaad sujuudtay subxaana wa tacaala eed u hokaansatay ee sujuudda aad ugu hokaansatay ayaa lagaa rabaa inaad xukunkiisa iyo sharcigiisa iyo diintiisa iyo in awaamirtiisa iyo nawaahidiisa aad u hokaansanaato laakiin waan u sujuudayaa waan u tukanayaa hadhowna waxa weeyaan sharcigiisan ka soo horjeedsanayaa
وحنا لبا اسقبتا ايو الاخوه ماها والاخوات مركا علمانيد و حكم جاهليه علمانيد وحي حلالين يسا وحي الا حرمي وحين حرمي يسا وحي الا حلاليي وحيابه الهي الصغي عباداتك هي حدود هي علاقه الرجل دمرك كدحيسا وحين واحكام ثابته ونبي بدل كريم ما انت وحي اورنيان women's rights gender equality حلو الجدا سا عالم الاسلام جامع لكو يا لا يا دوغو غليسايو مركا كوركرامكا اي دغانيان وحا كو جيرا وحا لا يرا gender equality او gender equality ما حنو كننا انا قوسيا انت gender equality يبوغاك اي قرين دمر feminist or radical او رغو دمب نعب iyakuu rago dumarkaasi ku daba jira oo doonayna cadaawad ragga dumarka ka dhaxbeeraan uqad farabadan oo nafsiina ay ku jiraan inta gender equality baraysid ma ahkaamta shariicadu ay dumarka u dhigtay maad bartid ahkaam al-usra ahkaam al-mar'a al-muslima ee culimadeenii iyo fuqahadeenii ay ina bareen ee kitaabka iyo sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam lagu soo xiganaayo marka cilmaaniidu ay rixo wal-khawaad waxa ay banaynaysaa way xalaalaynaysaa wixii ilaahay u xariye u xaramiyay waxana xalaalaynaysaa wixii ilaahay subxaanahu ta'aala u xaraan yeelay marka labada cagsiga inay xalaalaysay wixii xaraanta iyo inay xaraam yeeshay wixii xalaashaa cilmaaniyadu ribada ayay banaysanaysaa waad ogtiin waxa weeyaan iqtisaadka cilmaanigi yaqumu ala riba لكن اقتصاد كده ان علماني جها ما انت فاينانشال كرايسيس كا هي ازمه اقتصاديه كل علي وين اغنها ايها الاخوه والاخوات واي عموما حدان سو كوبو هذلك غنتي سي غوانكي سو معي علمانيه لبدايه النوعبه تيد الحاد كان اله الرميسن رميسنين يكو او اله الرميسن لكن له شريعه شوق لكم انا سياسه وما لها دقالها وحبا وحبر الشضا إن أحكام تدمركا أحكام تا إن ريركا وحن كواس واحد دفريان وإن كريان أحكام الله دجي ولذلك أي لوبة هي نينك يسوق موقف كا يستاجي إن الله جوع ويعان إلى راحة قلبته قلبته إلى راحه بس هذا سوى مسألة يا أخوة الأخوات مهمة وإلا قرصبة هي إلا اللي هي معها horno wani in ku yiri masalada in qofal cilmaani hel la yiraahdo isku turo hebel waa cilmaani maaha ila muslimku waa inuu caadi noqdo weeyaan laakiin ninka isagu isku ilzaamiyay ee sheegtay yiri anuu hadal sharci ma ogri xijaab kana jeegso dumarka waxaan waa caado carbeed siyaasadda iyo dawladda diintani waxaan soo dhex gelinna ninka isagu saa u cadeystay ee wax qortay ee idaacada kaga hadlay ee tv kaga waramay waxa weeyaan kaas islaam fiidiyo dukay li raayo علمانيتني سيدا اي او دبتي عالم الاسلامي ها هي ميلها اي وخ كيهشاي وان يبدو مري دونا الله اعلم وقتي كلنا ان ان نسير راجي دوني مايو اولا ايها الاخوات سان هرو سو شيغي علمانيدو markay doonayaan nimanka caalam islaami ay ka hirgeliyaan waxa u jeedaan waxaanu waa ma aha fasl din aan siyaasa oo kaliya ma aha fasl din aan iqtisaad oo kaliya ee waxaanu waa fasl din aan hayat وسياسته يدقالها يو وحبرشضة يو ورباهنتا إن لغو بصو وحان إسلام كاهين علماني دو حكو باقي سا إن هوين إذا مسلمة دلو حرويو لكن ما حلقو حرويو ما حلقو حرويو إن لغو حرويو أحكام تي إلهي ودجي حجابك إسكتو وما دو مريكن شوغا آيات سيدي قف توال قالوا واضيقا إن وحيد هذان توال كان أمضاح صارتين مقران سا إن tool awa mareekan jooga ayaad wari inda shararantay oo xijaab xirantay oo carruurtaad ad quraan barisa oo madrasad islaamiyad geeyneysa loo baahna wa maxay wa in haweenada muslimada laga xayuubiyo ahkaamti ilaahu dejiyay way cilmiyanadu waxay doonaysaa in carruurteena soo koraysa in lagu tarbiyadeeyo oo lagu barbaariyo tarbiyad aan diinta shaqo lahayn tarbiyad la diiniya in carruurta lagu tarbiyadeeyo way علمانيتو وحي قلقليسا قيم كي يا اخلاقي المسلمين العاين
أو كم يدي هاي قيمك حشودك وكم يدي هاي قيمك إن فرها بدن إسلامك أنو كبرني واي علمانية دو واحد دوني سأني كي بس عالم إسلامي دقن كرجل بيتك إن بدنو كم يدي أي كسر جدو إسلامي مدي يدينتي يوحي شرعة كسرنا علمانية دو أيها الإخوة والأخوات وحي شيء جريد سا قرآنك وكتاب كي إلهي أيها وحي ويجيان إلو يهي إن كتاب لقذات قفل باب الروي كاي جيس وكل يبان كرا وحد دونا وكارن كرا حتى وحي الله وقلين لقى صار كرا علمانية دو واحد جديد يسا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي إنه يهي سنة هنا تهي مصدر من مساد من مساد التشريع أيها الإخوة والأخوات أي علمانية دو أي ديري سام وحلقة يا با إن تدكي نقاركود أي سويديان ونظان ودساتير تا يكون استوشنا دا عالم إسلام ويا لبدن كو وحاكو قران قضب أوران عيا شريعة ومصدر كا رئيسي كاه إي دستور كان طيب مسألة دا سيل لبان لنعبي كو قلدان تولي قردية مدوان بدا إلا إرادو القرآن كي يسنوه يشرع هذا إسلامكو وماشى وجوين اللي جسوا حيجنا يقوانين الدستور كان هرت طالما وقرا وين الشرع عضو نقطة إن الشرع عضو نقطة ويان عد كان الله أوران يجا اللي جسوا حيجنا يا إن حارانتي يا حلاشي تلا بعض دولة هندساتير تنبكتي قلب كه كقرتي حدين واقع عوجة يا حال كوجة أيرو أجنو وحى وواقع وجد يحالك وحنا وش هي إلى نشرع أنا وأبيرين قضى قاها كقر تام بدي ساتير تودا لكن وحويين أيها الأخوة الأخوات وح ما نك ما أنت واقع وجد يحالك وداه كيف هيدا يا إلى نشرع على ذنكر هين إلى أنا إسلامي على ذنكر هين قوان قوانين كلا يسكون حكومية البنيستين وحى إلهي جل وعلا وحرية لي مثل كوا كلا دام تصالة أنا سقطه قانون كذلك مساردو حورنا يا عديل لبا قف أست تبنشير جاري إذا كود عن نين يو حويني يو رال إسكاها إذا ندر رال عن وود عن وحن وح عقوبة أو قانونك وهي مجرو وعد تاسي وقانون لقنيني ويان ويان ودستور القري عالم الإسلامي وحويان ربدو ومؤسسات يالا او وحويان ان قانونك تجاري يا دولك مسلمين ايو كجرا دولد ايا الى لسا بنوك تاسير ربويك دولد ايا ايا حماية سيسا خمريك وحويان انت صوحوك الدوان وشريعة يكون خلافين وحكوك الى يكون خلافين ايا مانكا مانتا ان يالا مركا انا يراهضان دستورك وحكو قرن بندي اما قضبا كقرن قرن ايا مصدر الرئيسي جا أما مش أقوين الدستور كان نظام كيس اللي جسوا حكتي وشرع هذا وبين تدوية ووقعوا بينين عيا. وين؟ أيها الأخوة الأخوات سدان هري أن نكون شيعي راد كعلمانية دواي عالم إسلامي كل هذا أيها الأخوة لنعيب بدن أي سامي أو وحسامي سياسة دا يو نقالها يو حبر الشضة لكن حكمك أيها قوين وحضرنا دا إذا وحنكسوا قبل قبيني إنا إني لو داقو الحكم بما أنزل الله الحكم بما أنزل الله ماشا أكجر التوحيد كي عقيدة المسلمين العلمانين تي دود دوين أي مانتي نهارها يا وحويان حكمك وحويان إلهي ملها أما لسان الحال هكوي رهضان أما لسان المقال هكوي رهضان دود واتها شرع هذا مؤقرين شرع إله لسبح حكم مايو أظن أيها المؤمن وآياتها المؤمن وحلا قابل هنا ذو قاتو بل مسألة أه إن حكمك إله لسبح حكم هل كيك قترت توحيدك هل كيك قترت إسلام نمضى أصل كالدين تا هل كيك قترت علماء نوحي نوشا يعني إن إسكو حكمك شرعك إلهي وسوق لأيوه توحيد الربوبيه
وسو قرايو توحيد الاسماء والصفات وسو قرايو توحيد الالوهيه حدان كغب بلابو توحيد كربوبيه وتوحيد علمي إله جل وعلا وحي الكتاب في القران اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وحكي يشان اتخذوا وحكي يشان علماء ذودي يكوكو صوفيا شاها اي عبادة ربما بحري اربابا ربي اي كي يشان من دون الله اله سكري ويهودي نصر الله اي لقوا رمي وليلي بادري ذودي علماء ذودي رومان ذودي صوفيا ذودي اي كي يشان ربي من دون الله اله سكري سيهو يشان لما عالم علوم المسلمين تأيان سو ورنا يا رأي إني وحي كيد هذين أرن كان وابن حزم يا ابن تيمية رحمهم الله لا وضع لهم حارستين ابن حزم وحي لي وحي حاران يلين وحي أحبار تودو يروبان تودو أي حاران تميين وحي نحلالين وحي أحبار تودو يروبان تودو أي حلالين أرن كاسي أي كل راعين روبانتي يا أحبارتي كانت هذه الربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا بها وعبادة الربوبية أي إيوه مقرانس أي دين كاردكتين وهذا هو الشرك بلا خلاف إن علماء دي يسوفياشو دي أي كل راعين وحنبا حلالة وحنبا حرالة يو كو خلافة يا إرنكي الله يا حكمكي الله وحلي كاسوا عبادة ربنا ويكي يشان وهذا هو الشرك بلا خلاف قاسنا هو الشرك ويا ابن تيمية رحمه الله تعالى سوى تعليقنا يا حكم قاسي يا أيضا تفسير كيغا أيا وحش حديث كي عدي بن حاتم عدي بن حاتم مركي النبي قوصه قال النبي قلنا أيد أبو أخري أي اتخذوا أحبارهم ورهبان وأرباب من دون الله إلى آخر الآية مركا عدي بن الله يا أبوي يا رسول الله ربي كمان أنبغن ربيو كمان أنبغن مرك ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث كي سوى صو قابنا يا أيا وحيد النبي قل حوش هاي عبادة أي عابدين أحبار تودي الرهبان تودي وحوين وإن يكون راعين محي في تحليل الحرام وتحريم الحلال وأرهن كمان تلسكو هاي ويا أنصار الشريعة وأنصار العلمانية تذكر الشريعة ده هو لنا لا ده ما أنت ما هنا قلقه الشريعة ده ربك هو لنا يكون علمانية ده دربانة أوتوما يا وحلوة مسألة الله يسكوها يسويان ابن تيمية رحمه الله تعالى وحي النبي وعدي بن حاتم وحي وعدي إن من كان يهودي النصارى علماء ذي يوسف يا شهودي ما حيكون راعين وحيكون راعين في تحليل الحرام وحي حرام تها أي حلالين يو تحريم الحلال يوحي حراشها أي أو أي كحرايين علمانين من ما أنت كنت دوني علمانين تو لمن كان شرعه ديدني مين الديدنين إن وحي ألا الحلالين لحلال أيوه وحي أن حرمنا لحرمه قوانين تأي شروع إلهي ودت شيء دمر كمسلمين تا إلا دخان قريو مين الديدنين إن سياسة دي وحبر شريعة إعرام كا لو وافت شيء شريعة مين الديدنين واتهويا ابن تيمية سوى دود ديسا داها كسي في دايا أيا وحي رحمه الله تعالى وايو أمي سومين أمي نتوكن هداد موزين عبادة طاعي أم صور يا صلاة أو هداد صنم أدوس جودو أما إن قف بالآدم أدوس جودو ده سوى عبادة وما قرانا سا إن وايو عبادة استر ربي بعد كي التي تاسم معها وعند لمن كان يهودا إيو إن نصارى ذو رهبان تو ذا إيو صوفية ذو ذا إيو علماء ذو ذا أمي أمي تكن أمي نسومين سؤال شو حبيان هذا سير ربي وقدك تين وحي ربي وقدك تين أرن كان قلن كهوس مري إسكيل على تقول عضو وحي كو الضيعين وحويان ومسألة الله الشيخ في تحليل الحرام وتحريم الحلال الحكم بما أنزل الله وحي سوه إسكيل أو قيب كي هاي من أسماء الله عز وجل دد بضن بان تانو بين دد بضن توحيد الأسماء وصفات فصرانا كما نبرا روان قاركود قاركودنا مدول استاغان هو مسي شرحان وايو
واي مقعيد الهي بوا حكمي الحكم مقعيد الهي وحكمي ذا ولله الاسماء الحسنى مقعيد سو حكمي ذا الحكم قران كرا وكوي من مقعاسي سنه هنا وكوي من الحكم نوا ايو وحلو الى حاكمك اسغا حكمك له الله سبحانه وتعالى وحو كتاب كيس قرانك في سوره الانعام وككويري افغير الله ابتغي حكما انت ايضا اخرني علاقه مع عسي الى هي حكمك ولليهي يا كبر اركسن الا من رحم الله افغير الله ابتغي حكما ما الهي عيدان هين بر حاكم كدغتا والحكم كيس اقبلا وشرعي كيس اقبلا سنه هنا magaasi uu ku yimid oo lagu sheegay hadiis abu daawud iyo nasaa'i ba sawri nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna allah huwa al hakam wa ilayhi al hukm adeen tab ka badan meenu baanay oo baari inna allah ilahi huwa al hakam isaga hakira wa ilayhi al hukm isaga ra hukum ka iskale yaqof yo muuminki saasi uu أكسونو إن إلهي يحاكين كيهي حكم كيسونو يهي كالأقبال عيو سمرك التوحيد إن الحكم ينزل الله وحسون قراء اسكعد توحيد العبادة توحيد العبادة يسون قراء إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه إلهي ما نقول وحصر ويا إن الحكم إلا لله حكم كإلهي ما نعيد كلام الله إلهي ما بحكم كيسكاله أمر ألا تعبدوا إلا إياه حكمك إلههم بايسكله وابن تيمية رحمه الله تعالى يسوى أيضا تعليقنا يقول إن إله الإسكود ديبا وحي يتضمن الاستسلام لله وحده إلى إسلام مضو فالإسلام هو شيخ إله ابن تيمية رحمه الله تعالى فالإسلام إسلام لماذا أن الدين تكرد قانا إساء أنه كرد قانا أن اعتقادنا وحي كإنسان إساء إن إله الإسكود ديبا فمن استسلم له ولغيره كان مشركا قفك إلهي يعيدك الإسكو ديبتا ومشرك ويان قفك إلهي إسكو ديب ويانا وقف إسكو وينيسي عبادة ذي إلهي جل وعلا هذا دون سن إلهي هذا عبادة ستو وتوحيد العبادة الحقيقة صو حكمك إلهي هرقري من نوان كاقد ديا ونفتي دنوان قد ديا همود مركين حكمك كشه كانين وإلهي بحكمك إسكاله وإن حكمك لا إسكو حكمه حكامته يدو لدهون إن فرطة أن يكون في غرامة إياه مصيبة كتبت هم أصل البلاء وهذا يوم كل قناة هاي شرعي الدين تا ما أنت ميش إن تجنا مين أن تجنين لكن أديك الله فتابو كل قناة حكم إلهي أديك ولا الكا أديك إن تجارة ولا قشان أو يسكو خلافتان شرعي يسكو حكومة أديك ولا عشا هداس خلافتان حكم يسكو حكومة شرعي إلهي نينك يا حاس كيسو هذا خلافان واحد الله يسكو خلافانه وحوي الحكم كإلهي هل يسكو حكمه ويان للدين معنى ما لقينا نقر كلب خميس كنا أنقاب صدو ولا شو مسلم دنا إحجابي إن الشرار حرته لكن مركه هذا خلافات أي مدان علماء يسكو تجو الكتاب كي سنيه نقول كل حكمان إن أنا أقول بركوسي شيء حكم كإلهي وحنا نسوا آخرين ولا بقى بقنايا أنا قال لك بقنايا مركه حكم كإلهي أيها الأخوة إنه قلنا أنه أقبل الله وما درى أنه أغيرنا توحيد كأوحن كذا الحكم بأنزل الله ورخوة ورخوات وحكرا أغسوه قال يا غيب طلبات شهادة وشهد لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله وحضرك الله إليه وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحويا تسوحي كإنسان إساء وإن الحكم كيس أمر كيس أدرال أدكون نقطه علمنا وأكوه كشر حي إن شهادة أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد إن الله لقوع عبدون إلا بما شرع وشرع يرمو يال ركو الحكم كيس لا قبره وحي أمري إن أمري والقوع طيعه خبرك إنه شيئنا وإلا الرمية وحي نقلنا هينا وإلا قفق هذا إلهنا وإن لقوع عبدو شرع قيسا هي ما كان دين تي سواء لقوا عابدوا فلا وربك لا يؤمنون ربك قال كان كل ارتي رومير مايان حتى يحكموك فيما شجر بينهم الا اي كره حكم تمام حكم كاغا اي كره حكمان
فيما شجر بينهم وحيد أحمر ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت إلى يقول لي ربي قال كل أرته رومين ما ين أو إيمانك حقيقين ما ين حتى إلا يو أي أذيك هو حكم تمان أو حكم كهذا أي دلبان مركو نولا واد حكم كيس إن الله تجاهه صلى الله عليه وسلم ما أنت نسنيسي من هرت الله ودبتنا محي ثم دبتنا لا يجدوا أني كهل في أنفسهم نفوسنا لا حرج واحد بقى حرج مما قضيته وحياة حكمتي حكم كهذا أني نفوسنا دو والله شيخ هنا كل حكم أنا جا حاسك يجي أنا جا قدر نبوي يقولي كاسر حكم كشر عادي يقولي أنا جا والله كي تجارة هي حولها مال كود تشرني والله كي الله حكمي وشيخ هو حكمي ويروى شرعي جا وحكم كي رسولك صلى الله عليه وسلم قلبي جا جوين أنا واحد دبا أنا كدر من مما قضيت وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكمي ويسلموا تسليما هو جاسنا أي هو جان سمان أيها الأخوة والأخوات سيدان بلغة محاضرنا كشيء يعني موضوع موضوع دير خطرتي سأيو ليه هاي هديلات بدن أيو كوها يا دين المسلمين تا في النب بدن أيو مسلمين تا أو كوك هري لكن حلو بهي هاي إن علمانية ده هي كوا ينو أبابولا يا يهور سيدا يا إن لا جهر تجو أو لسرتو لسرتها جو إن جونا إنه أجانو إن إنان هو جالس دبا إلهي وهو جالس مين إلا أن حكمك إلهي أقبل الله كان قالوا نوع حكمك علمانك يا حكمك طاغوتك إلهي جل وعلا نصر سبحانه وتعالى إن رمانتين بأن وافتي حقه دينتين نوع إلاليه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.